السلام عليكم، معكم عائشة حاتم من فصل جريد 3. اليوم سنقرأ الدرس الأول. عمر رضي الله عنه والأسرة الفقيرة. خرج خليفة عمر رضي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ذات ليلة ومعه خادمه، فرأى نارا من بعيد. قال عمر رضي الله عنه: أرى ناسا يقاصون البرد، فهيا بنا إليهم لنعرف حالهم. اقترب عمر رضي الله عنه وخادمه من المكان، فوجد امرأة ومعها أولادها الصغار يبكون. قال أحد الأولاد: أنا جائع أريد الطعام. قالت الأم: انتظر أنت وإخوتك قليلا حتى ينضج الطعام. وقف عمر رضي الله عنه قريبا من الأسرة وقال: السلام عليكم. قالت الأم: وعليكم السلام. قال عمر رضي الله عنه: ما عندكم؟ قالت الأم: حل علينا الليل وهاجمنا البرد، ولا طعام عندنا نسد به جوع صغارنا. شكراً.